أكتر من شهرين على عدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة. في الفترة دي تم ارتكاب تقريباً كل جرائم الحرب تجاه المدنيين العزل، سواء كانوا أطفال أو نساء أو كبار في السن أو أصحاب أمراض مزمنة أو ذوي احتياجات خاصة. وبشهادة تقارير دولية ومنظمات أممية، إسرائيل استخدمت أنواع مختلفة من أسلحة محرمة دولية، وده علشان يحدثوا أكبر قدر من الدمار والخراب والموت في القطاع. وسط الحالة دي من التوحش، بعض المتابعين علقوا على جزئية استخدام الكلاب في الحرب على القطاع، وإن الجيش الإسرائيلي بيضحي بيهم في بعض الأوقات علشان اكتشاف المواقع والأنفاق. الكلام ده بقى أوضح لما أعلن الجيش الإسرائيلي إن 4 من كلاب الوحدة أوكيتس اتقتلت خلال المعارك مع حماس. وحسب ما قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فالجيش الإسرائيلي زعم إن كلاب الوحدة شاركت في المساعدة في تحديد مواقع عناصر قتالية والمتفجرات والأسلحة وكمان أسرى وجثث. طب إيه حكاية وحدة عوكيتس اللي ذكرها الجيش الإسرائيلي؟ دي وحدة كلاب بوليسية مدربة، وبيستخدمها الجيش الإسرائيلي دايماً خلال الاجتياحات على الأرض. الوحدة تم إنشائها رسمياً عام 1974، وكان فيها حوالي 11 كلب مجند فقط، لكن تم الكشف عنها بشكل رسمي في سنة 1988 بعد استخدامها في عمليات إسرائيلية في الأراضي اللبنانية. التقارير الإخبارية بتقول إن تأهيل الكلب المقاتل في الوحدة بيستغرق حوالي 17 شهر تقريباً، وده بيشمل برامج لياقة بدنية وتطوير مهارات في الاستكشاف. برز دور كلاب الجيش الإسرائيلي في الحرب في وسائل الإعلام العالمية لما تم تداول خبر عن إن مقطع فيديو سجلته كاميرا كانت مثبتة على كلب كشفت عن تفاصيل جديدة حوالين مقتل 3 أسرى في غزة بنيران إسرائيلية، وإن في واحد من الأسرى كان بيصرخ وكمان حاولوا الاقتراب من القوات الإسرائيلية لكنها اعتبرتهم تهديد ليهم وأطلقت عليهم النار. كمان من الوقائع المؤلمة عن استخدام الكلاب في الحرب كشفت عنها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وقالت إن القوات الإسرائيلية أطلقت الكلاب على الأطقم الطبية والنازحين في مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، والكلاب نهشت جريح فلسطيني قبل استشهاده. الوقائع دي وغيرها كتير قوي من الفظائع اللي ارتكبها جيش الاحتلال بتظهر وحشية العدوان الإسرائيلي والجرائم في حق البشر والحجر والشجر في قطاع غزة.